تخيل معي أننا قمنا بعمل تجربة ما، قمنا بأخذ كل خلاياك وبعثرناك تماما خلية خلية، وأخذنا خلاياك ووضعناها في المعمل في بيئة ملائمة من حيث درجة الحرارة والرطوبة والغذاء. هل ستفاجأ إذا أخبرتك أن خلاياك ستبقى على قيد الحياة؟ هل هذا يعني أن خلاياك ستبقى على قيد الحياة وأنت ميت؟ إن رغبة العلماء في دراسة مرض معين يقوموا بأخذ جزء من خلايا إنسان ومن ثم يقوموا بتزريعها في المعمل. المشكلة أن خلايا الإنسان الطبيعي تموت داخل المعمل بعد عدة أيام من أخذها، الأمر الذي يجعل تكرار التجربة في غاية الصعوبة. خلال فترة طويلة كان العلماء يبحثون عن خلايا جسم إنسان لا تموت وتبقى وتتكاثر للأبد، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل. حتى عام 1951 العالم جورج جاي في الجامعة الشهيرة جون هوبكنز أحضرت له عينة في غاية الغرابة، عينة من الخلايا تنقسم وتنقسم وتنقسم، تموت مجموعة من الخلايا لتأتي مجموعة من الخلايا أخرى لتحل محلها، حيث أصبحت أول عينة من خلايا إنسان لا تموت وتبقى للأبد. ولأنهم احتفظوا بالعينة دون إخبار المريضة قاموا بتسميتها هيلا سيلز، الذي كان عبارة عن اختصار لاسم المريضة هنرياتا لاكس التي ماتت في عام 1951، ولكن خلاياها لم تمت حتى اليوم، خلاياها ما زالت على قيد الحياة تنقسم وتنقسم وتنقسم، وقد استخدمها العلماء في آلاف التجارب والبحوث العلمية. إذا من هي هذه المرأة؟ وما الذي يجعل خلاياها مميزة لتعيش للأبد؟ وهل هي توفيت في عام 1951 أم أنها ما زالت على قيد الحياة؟ هنرياتا لاكس امرأة أمريكية من أصل أفريقي عاشت بالولايات المتحدة الأمريكية، تزوجت وأنجبت 5 من الأطفال، ولكن عندما ناهز عمرها 30 عاما أصيبت بسرطان عنق الرحم، السرطان الذي يصيب حوالي 1% من النساء حول العالم. يتكون جسم الإنسان من حوالي 60 ذرة كيميائية، أهمها الأكسجين والهيدروجين والكربون ومعادن أخرى. هذه الذرات تجتمع مع بعضها لتكون مواد أكثر تعقيداً مثل المياه إلى أكثر البروتينات تعقيداً التي ترتبط بطريقة ما لتكون الخلية، الخلية التي يمكن وصفها أنها أصغر ممثل للحياة. الخلية كائن حي، الخلية عبارة عن ماكينة صغيرة جدا تتكون من حوالي 50,000 من البروتينات المعقدة جدا. بكل بساطة الخلية تقوم بالعمليات الحيوية لأجل غرضين، البقاء والتكاثر. يتكون جسمك من 37 تريليون خلية، هذا العدد أكبر بعشر أضعاف من عدد النجوم الموجود في درب التبانة. الخلايا مجتمعة تكون الأنسجة ومن ثم الأعضاء، الأعضاء التي تؤدي وظائف مختلفة داخل جسم الإنسان. أهم هذه الأعضاء الدماغ والقلب والرئة، حيث تعمل القلب والرئة لإبقيان الدماغ على قيد الحياة. إذا كانت هذه الأعضاء تعمل بشكل جيد يمكن أن نوصفك وبقلب قوي أنك على قيد الحياة، ولكن ماذا إذا كانت لا تعمل بشكل جيد أو غير موجودة أساسا؟ في المتوسط تموت 2 مليون خلية في كل ثانية، 2 مليون خلية في كل ثانية داخل جسمك، معظمها تموت بعملية تسمى بالأبوبتوزيس أو الموت المبرمج للخلية. يمكن القول أن الخلية مبرمجة بطريقة ما لتنقسم حوالي 50 مرة من ثم تنتحر وتموت، ولكن لماذا؟ لماذا تموت الخلية بعد 50 مرة فقط من الانقسام؟ لماذا تبرمج الخلية نفسها على الموت إذا كنا نعرف أن كل الكائنات الحية لديها رغبة قوية في استمرارية حياتها؟ موت الخلية بعد هذا العدد من الانقسامات هذا يضمن بشكل كبير عدم حدوث طفرات وراثية داخل هذه الخلايا، هذه العملية تتحكم فيها الخلية بنفسها. أي يمكن القول أن الخلية تقوم بالانتحار، وأحيانا بدون سابق انذار تقرر الخلية ألا تموت، تتكاثر وتتكاثر وتتكاثر، مؤثرة نفسها عليك، تتعامل معك كسلة غذاء تستهلكه لتبقى هي على قيد الحياة. هل تعتقد أنه لا يحق لها ذلك؟ أذكرك حبيبي أن البقاء للأقوى، هذا ما يعرف عندنا بمرض السرطان. إذن السرطان هو عبارة عن جزء منك تمرد عليك ليبقى هو على قيد الحياة وأنت تموت. رغم أن خلايا السرطان داخل جسم الإنسان تتميز على أنها لا تموت تلقائيا، ولكن عند أخذ عينة ووضعها وتزريعها في المعمل أيضا تموت بعد عدة أيام، ولكن خلايا هيلا كانت مميزة. لماذا؟ أسهل إجابة أننا حتى اليوم لا نعرف السبب، ولكن يعتقد العلماء أنه حدثت
طفرة وراثية مميزة جعلت خلاياها لا تموت، أدت إلى أن هذه الخلايا تعيش للأبد. ريبيكا سكلوت في كتابها The Immortal Life of Henrietta Lacks، الكتاب الذي حاز على أكثر المبيعات في عام 2010، قضت سنة ونصف من عمرها تحاول إقناع أهل هيلا أن يمدوها بمعلومات عن أمهم لتكتبها في الكتاب، ولكنهم كانوا يرفضون ولسبب منطقي جدا، لأنه خلال أكثر من 20 عاما من إجراء التجارب على خلايا أمهم كانوا لا يعرفون شيئا البت عن هذا الأمر. كانت هذه بالنسبة لهم عبارة عن طعنة قوية من الخلف من العلماء في جامعة جون هوبكنز، جعلتهم لا يثقون في أحد تماما. كانوا لا يعرفون أنهم ما زالت على قيد الحياة ولكن داخل أنابيب المختبر. ولكن في عام 1973 بعد وفاتها بحوالي 22 عاما طلب أحد العلماء من أهلها عينات من دمهم ليقارن جيناتهم بجينات أمهم. حينها اكتشفوا أن خلايا أمهم منتشرة حول العالم تعيش داخل أنابيب المختبر لأكثر من 22 عاما. لتتخيل كمية الخلايا التي تم استنساخها من هذه الخلايا، إذا جمعنا كل هذه الخلايا وقمنا بوزنها سنجدها أثقل من الإمباير بيلدينغ الذي هو واحد من أكبر البناءات بمدينة نيويورك. أهلها عاشوا فقراء رغم أن العائد المادي العائد من تجارب أمهم يقدر بملايين ملايين الدولارات. استخدمت هذه الخلايا في كمية كبيرة جدا من البحوث العلمية، استخدمت في اكتشاف لقاح البوليو، بحوث أطفال الأنابيب وأمراض السرطان، تطوير واكتشاف الأدوية الجديدة، حتى إنها سافرت إلى الفضاء الخارجي لدراسة أثر تغيير الجاذبية على الخلايا الحية. يمكن القول أنه لا يوجد شخص على ظهر الكرة الأرضية لم يستفد من هذه الخلايا. قد يتساءل البعض، هل يمكن لعلماء مثل جامعة جون هوبكنز واحدة من أعرق الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية وتصنيفها اليوم حسب موقع ويب ميتريكس 14 على مستوى العالم أن يفعلوا فعلة غير أخلاقية مثل ذلك؟ أقول لك نعم، لأنه في القرن الماضي كانت أخلاقيات الطب في غاية الانحطاط. هذه القصة تذكرنا بدراسة تسوجيكي، دراسة مرض الزهري التي أجريت في القرن الماضي التي تعد من أشنع التجارب في تاريخ الطب البشري. هذه التجربة التي استمرت حوالي نصف قرن من الزمان، حيث منع خلال التجربة علاج مرض الزهري من حوالي 600 أمريكي الذين كانوا من أصل أفريقي، حيث درس الأطباء خلالها التاريخ الطبيعي للمرض دون أدنى مراعاة لحالة هؤلاء المرضى وحوجتهم للعلاج. المهم رغم كل هذه الدوامات الأخلاقية، تعتبر خلايا هيلا من أعظم الاكتشافات في تاريخ البشرية، كما أن اكتشاف مثل هذا يفتح كمية من التساؤلات حول ماهية الحياة وماهية الموت والفاصل بينهما. أسئلة محورية ولكن لا يوجد لدينا إجابات قاطعة حتى يومنا هذا. المهم إذا عجبك الفيديو اضغط زر لايك ولا تنسى الاشتراك في القناة، وشكرا على المتابعة ومع السلامة.